مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن قطع العلاقات مع قطر هدفه حماية المنطقة من الإرهاب والتطرف. قتل 20 عراقيا في معارك الزنجيلي والجيش يتقدم في الموصل القديمة. وتشكيل غرفة عمليات لصد محاولات تقدم قوات الأسد في درعا وداعش يخسر مزارع وقرى جديدة غربي الرقة. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من آخر تطورات قطع بعض الدول العربية لعلاقاتها مع قطر. إذ أكد مجلس الوزراء السعودي أن قرار المملكة بقطع العلاقات مع قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي ولحماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف. وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، فقد اتخذت المملكة هذا القرار نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القطرية سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي واحتضان جماعات إرهابية تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة. وكانت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، كما انضمت لهم كل من الحكومة اليمنية الشرعية ومصر وحكومة شرق ليبيا وجمهورية المالديف بسبب رعايتها لجماعات إرهابية ودعمها لمخططات إيران في المنطقة، ما يعزلها عن طريق غلق الطرق البرية والبحرية والجوية بينها والعالم الخارجي. الزميلة منى عواد والتفاصيل. صبر الدول الخليجية على قطر نفد والأمور بلغت مستوى لا يمكن فيه السكوت عن سياسات الدوحة، هذا ما أكدته السعودية والإمارات والبحرين في بيانات متتالية. الدول الثلاث بالإضافة إلى اليمن ومصر والحكومة الليبية المؤقتة والمالديف لم تكتفي هذه المرة بإصدار البيانات المنددة والشاجبة، بل اتخذت إجراءات عملية ضد الدوحة في خطوة غير مسبوقة خليجيا بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب وفق بيانات رسمية. الإجراءات المشتركة الصادرة من السعودية والإمارات والبحرين ضد قطر تمثلت في قطع العلاقات الدبلوماسية معها وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الثلاث ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدول الثلاث وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة الدول الثلاث. وشملت الإجراءات منع مواطني الدول الثلاث من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها وإغلاق كافة المنافذ البرية البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من وإلى قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي. المملكة العربية السعودية أعلنت في بيان إنها اتخذت قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، في حين أكدت مملكة البحرين أنها قطعت علاقاتها مع قطر صيانة لأمنها وحفاظا على استقرارها. أما دولة الإمارات العربية المتحدة أوضحت أنها تتخذ هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له سنة 2014 وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشرة وغير المباشرة، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض لمكافحة الإرهاب الذي عد إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة، إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنيا على ساحتها وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول.
هذا ورحب اتحاد الإعلاميين العرب بقرار مصر وعدد من الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد التجاوزات القطرية ضد الدول العربية ورعايتها ودعمها للإرهاب خاصة من خلال آلتها الإعلامية. وشددت رئيسة الاتحاد على ضرورة تكاتف الدول العربية كافة من أجل توحيد الإعلام العربي خلف هدف سام واحد، وهو الوحدة العربية في مواجهة خطر الإرهاب. هذا ويحمل القرار السعودي والإماراتي بقطع العلاقات مع دولة قطر تداعيات اقتصادية سيئة على الدوحة، لا سيما في مجالات النقل والتبادل التجاري وسوق الأوراق المالية. مزيد من التفاصيل مع الزميلة ميسوم بركة. إذ تراجعت الأسهم القطرية كافة على الفور وبلغ العديد منها الحدود القصوى، كذلك هبطت السندات الدولارية السيادية لقطر، وبالتالي ارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر لأعلى مستوى في شهرين. وكالة للتصنيف الائتماني قالت إن قطع العلاقات مع قطر يهدد مجددا تصنيفها الائتماني. أما على مستوى النقل والتبادل التجاري فقد أوقفت هيئة النقل السعودية نقل البضائع والركاب من وإلى قطر، في حين علقت شركات طيران الاتحاد وفلاي دبي وطيران الإمارات والعربية للطيران رحلاتها من وإلى قطر. الأمر الذي اتخذته أيضا شركة مصر للطيران وطيران السعودية والتي علقت رحلاتها من وإلى الدوحة اعتبارا من الثلاثاء. وتعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، إذ تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية، وكذلك تتصدر الدولتان بالنسبة لقطر مراتب متقدمة في تجارة المواشي والخضروات. أما في تجارة المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق نصف مليار دولار. ويبقى حلم استضافة مونديال 2022 هو الأكثر تأثرا، إذ إنه سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع. إلى العراق، حيث واصلت القوات العسكرية أمس تقدمها في أحياء الموصل القديمة، فيما قتل 20 عراقيا وأصيب آخرون بجروح جراء معارك حي الزنجيل في الساحل الأيمن من المدينة. وعثرت الشرطة الاتحادية على سجن لداعش بحي 17 تموز في وقت أعلنت فيه القوات العراقية المشتركة السيطرة على 9 قرى شمال غربي قضاء الإبعاج، بينما تم إحباط هجوم انتحاري لتنظيم داعش على منفذ الوليد الحدودي. وفي الوقت الذي تقترب فيه القوات العراقية من إعلان تحرير مدينة الموصل بشكل تام من احتلال داعش، يفقد أفراد التنظيم يوميا مقومات القتال، بينما مقاتلوه يتخفون بين الأهالي المحاصرين، لا سيما بعد أن تم تجريده من أهم أسلحته وهي الطائرات المسيرة التي كان يقصف بها المناطق المحررة، حيث عثرت أخبار الآن على عدد منها مع قوات حرس نينوى. مراسلنا وسام يوسف كان هناك وعاد لنا بالتقرير التالي. هذه هي الطائرات المسيرة التي طورها واستخدمها مقاتلو داعش، والتي كانت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء وأفراد القوات العراقية، حيث كان التنظيم يسيرها لقصف المناطق المحررة في الجانب الأيسر من الموصل. تم العثور على ورشة لتصليح الطائرات في منطقة 17 تموز، واللي هي الطائرات المسيرة، واللي هي مثل ما تلاحظ أمامك تم العثور على 5 طائرات مسيرة مفككة ومن قبل عناصر الهندسة مالتنا اللي هي قادتنا اللي هو نقيب سامر. بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التي كان يستخدمها داعش في الجانب الأيسر من الموصل، والتي عثرت عليها قوات حرس نينوى في أحد منازل منطقة 17 من تموز. عثرنا على قنابر لصواريخ وقذائف كان يجري تحميلها لهذه الطائرات، كما تم إدخال تعديلات عليها من قبل مقاتلي داعش لتتناسب مع طرق استعمالهم لها في قصف سكان المناطق المحررة. هذه هي الطائرات المسيرة التي كان مقاتلو داعش يستخدمونها في قصف المدنيين في الجانب الأيسر، أصبحت في قبضة القوات الأمنية العراقية بعد ما خسر أيضا مقاتلو داعش مدينة الموصل بالكامل. أسرار كثيرة تتكشف يوميا حول طرق استخدام هذه الطائرات المسيرة من قبل داعش بعد أن سيطرت عليها القوات الأمنية، لا سيما طرق التحكم بها، فضلا عن تعديل إمكانياتها لتكون قادرة على الطيران لمسافات أطول.
إذ تؤكد القوات العراقية أن داعش كان يرسل هذه الطائرات إلى الساحل الأيسر محلقة من غرب الموصل بهدف إيصالها إلى عمق المناطق المحررة لقصف سكانها. كعمل عمل دقيق، هم أصحاب خبرة طبعا، أكثرهم أجانب الجنسية، مو من العراق، هو هذا شغلهم. طائرة مزودة بمكينة نفاثة صغيرة وأجنحة وعلى شكل طائرة شراعية، تكون تحمل قاعدة وقنابل، والقنابل من نوع الماجنتيك. إلى جانب الطائرات المسيرة، تعثر القوات العراقية المشتركة بين الحين والآخر على الكثير من الأسلحة التي استخدمها داعش، وهو الأمر الذي يوضح حجم الخسارة الكبيرة التي مني بها هذا التنظيم الذي يحاول دون جدوى تأخير سقوطه النهائي في الموصل القديمة، أي من حيث بدأ وأعلن خلافته المزعومة. أحييكم من جديد. إلى سوريا وفي الجنوب تحديدا، أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر تشكيل غرفة عمليات جديدة أطلقوا عليها اسم رص الصفوف في محافظة درعا بهدف صد محاولة قوات الأسد والميليشيات الموالية له التقدم إلى أحياء المدينة المحررة. وفي الأثناء دارت اشتباكات بين قوات الأسد وفصائل المعارضة في حي المنشية في درعا البلد وسط قصف قوات الأسد للأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة، فيما استعادت الفصائل المقاتلة جميع المواقع التي خسرتها في مخيم للاجئين في درعا. بدوره أعلن جيش أسود الشرقية الفصيل السوري الذي يقاتل في البادية السورية إسقاط طائرة حربية من طراز ميج 21 تابعة لقوات الأسد، ولم يذكر الفصيل العسكري أي تفاصيل أخرى عن الطريقة التي استهدفت بها الطائرة الحربية. إلى ذلك، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قوات التحالف الدولي بشكل كامل على قرى ومزارع العدنانية والصقورة والقحطانية غرب مدينة الرقة في إطار حملتها لتحرير المحافظة كاملة من احتلال داعش. وكانت قوات سوريا الديمقراطية سيطرت فجر أمس على قرية ربيعة في ريف الرقة الغربي وبدأت عملية تمهيد وقصف لمواقع تمركز داعش في المنطقة. إذن وبينما تتقدم سوريا الديمقراطية باتجاه مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا، يقدم التحالف الدولي دفعات أسلحة متنوعة دعما لهذه القوات التي حررت قبل يومين كل من المنصورة وسد البعث وعدد من القرى في ريف الرقة. مراسلتنا روناك شيخي والتفاصيل. كيلومترات قليلة تفصل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي عن دخول مدينة الرقة عاصمة تنظيم داعش في سوريا، حيث تمكن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية من تحرير بلدة المنصورة وسد البعث الواقع شرق مدينة الطبقة بمسافة 20 كيلومتر عقب معارك عنيفة دامت لأكثر من 3 أيام. متجهين لصوامع تبع جمامة، بدنا نحرر الصوامع ونتجه على الرقة. الرقة محاصينة من 3 مناطق، عم نستنى بس ينزلوا المدرعات والقوى والسلاح والذخيرة من التحالف لنضرب الرقة ونحرر إن شاء الله. نحن الآن محاصرين الرقة من 3 محاور، من اتجاه الكرامة نبعد عن الرقة نحو 10 كيلو، ومن معمل الغزل نحو 5 كيلو، ومن الصوامع نبعد 35 كيلو. والآن نطلب من التحالف الدولي دعم أكثر لأن معركة الرقة راح تكون صعبة. تزامن مع تلك المعارك وصول المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية. من هذا الحاجز عبرت المئات من الشاحنات المحملة بالأسلحة والذخيرة الأمريكية دعماً لقوات سوريا الديمقراطية وتمهيداً لاقتحام الرقة في الأيام القليلة المقبلة. هذه الخطوة تأتي تمهيداً لمعارك ساخنة وحاسمة للبدء باقتحام تحصينات داعش على مداخل مدينة الرقة، كما تعتبر إعازاً باقتراب ساعة الصفر المنتظرة. دعم التحالف الدولي في دعم الحمد لله كويس، بس يعني بدنا كمان، يعني في جانا أسلحة بس بدنا
لأنه تعرف ما مدينة الرقة بدها دعم أسلحة نوعية يعني مشان نفوت على الرقة ونحرر مدينة الرقة بالكامل إن شاء الله. ولأن معركة الرقة ستكون قاسمة لظهر داعش في سوريا فإن التنظيم لن يستسلم بسهولة، وهذا ما أثبتته المحاولات السابقة لاقتحام الرقة وما حولها. روناك شيخي لأخبار الآن في الرقة الشمالية. قبل موعد الإفطار مساء كل يوم في شهر رمضان تزدحم الأسواق في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، إذ تقدم المحال والأكشاك حلويات خاصة بشهر الصوم لتضفي على المائدة الرمضانية نوعا من الجمال والأطباق الشهية. صورة عن الحياة الرمضانية لمخيم الزعتري في تقرير الزميل ماهر أبو لبدة. قرب على الطيب دمعة سوس، رمضان كريم، قرب على الطيب يا طيب. بين مكعبات معدنية أو ما يعرف بكرفانات اللجوء التي تعكس صعوبة الحياة وما يضاف إليها من قسوة الطبيعة الصحراوية الجافة، تدب حركة نشطة للصائمين السوريين قبيل موعد الإفطار في مخيم الزعتري في الأردن، تجسد عادات وتقاليد سورية أبى اللاجئون رغم ظروفهم الصعبة إلا أن تبقى حاضرة وحية لتكون شاهدة رمضانية على حياة اللجوء. المخيم الذي كان بالسابق منطقة صحراوية خاوية على عروشها يضم الآن نحو 85 ألف لاجئ سوري ممن فروا من بلدهم الذي يستعر فيه الحرب في جميع النواحي. وعلى الرغم من صعوبة تمضية شهر الصوم بعيدا عن حضن الوطن والأحبة، تقدم محلات وأكشاك حلويات خاصة بشهر رمضان أشهرها القطايف. ويقول كثير من اللاجئين أنهم بدأوا يعتادوا على الحياة في المخيم. أجواء رمضان بالبلد عندنا أحسن من هون، لأنه بالبلد هناك عندنا بيوت كل شيء وكهرباء فيه كل شيء، أما هون ما فيش يعني زينكو قاعدين، بس الحمد لله يعني عايشين ومقبولة. يعني هون جو رمضان كمان جوي تأقلمنا هون مع الوضع هون وتعودنا يعني، والحمد لله كان الإقبال كتير منيح علينا. وشغلتي بسوريا من 24 سنة بالعصير وكفيتها هون بالعصير بعد الأفطار على البريق مثل ما قلت لك وبالوقت الصيام بالكياس. لكن ظروف الحياة بالنسبة للاجئين لا تزال صعبة، حيث تفيد إحصاءات نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العام الماضي أن 93% من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، وقدره 88 دولارا للشخص شهريا. ويستضيف الأردن حاليا ما يزيد عن 1,400,000 لاجئ يعيش معظمهم في مناطق حضرية، بينما يعيش نحو 100,000 لاجئ سوري فقط في مخيمات بالقرب من الحدود السورية. احتفت الأمم المتحدة والعالم يوم أمس باليوم العالمي للبيئة الذي عقد هذا العام تحت شعار أنا مع الطبيعة. وبهذه المناسبة افتتحت المنظمة الدولية هاشتاغ أنا مع الطبيعة ودعت العالم لقضاء جزء من وقتهم في الهواء الطلق. كيف حال كوكب الأرض هذا العام في سياق التقرير التالي. الأرض تحتفي بجبالها، أشجارها، بحارها وسمائها، فاليوم العالمي للبيئة عاد، وها هي الأمم المتحدة تطلق دعوة عامة للجميع بأن يقضوا جزءا من أوقاتهم في الهواء الطلق مستمتعين بالبيئة المحيطة بهم. هذه الدعوة تأتي بعد مرور يومين فقط من خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ الهادفة للحد من خطر التغير المناخي الذي قد يغير شكل الأرض التي نعرفها. ومع هكذا قرار ربما على الجميع فعلا أن يستمتعوا بالطبيعة اليوم، لأنها غدا قد تتغير ومعالم الأرض التي نعرفها قد تتشوه. حيوانات ونباتات قد تختفي والعديد من الآثار المخيفة تنتظر البيئة في حال أهمل النظر إلى التغير المناخي القادم. الآثار الأكثر تدميرا بحسب العلماء هي تلك المتمثلة في انتشار الأوبئة المحلية المدمرة ومخاطر تفشي أوبئة عالمية على نطاق واسع. فنتيجة لتغير مناخ كوكب الأرض نشهد في الوقت الراهن تغيرات في الأماكن التي يعيش فيها البشر والطريقة التي يعيشون بها فيها، وهذه التغيرات تزيد من خطر ظهور وانتشار الأمراض الفتاكة بسرعة أكبر. وفي حين أن التفاعلات بين التغير المناخي وانتشار الأمراض يصعب التنبؤ بها بشكل يقيني، إلا أن الروابط العلمية بينها باتت شيئا لا يمكن إنكاره. الأمم المتحدة بدورها في اليوم العالمي للبيئة تدعم عشرات الفعاليات التي تشهدها مدن عالمية اليوم، بدءا من الصين ووصولا إلى تشيلي ومن السويد وحتى جنوب إفريقيا. ومن هذه الفعاليات تنظيف الشواطئ أو زراعة الأشجار
فضلا عن المشي لاكتشاف الطبيعة وسط حدائق المدن والمحميات الطبيعية والبرية، وانتهاء بإنارة 20 معلما من بين الأكثر شهرة دوليا باللون الأخضر بهذه المناسبة، وأهمها برج خليفة في الإمارات وأهرام الجيزة في مصر ومبنى إمباير ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي اخترنا منها لكم في أخبار الصحة: تحصين الخلية ضد دخول فيروس الإيدز. جاء في تفاصيل الخبر: توصل باحثون من معهد سيكريبس للأبحاث إلى طريقة جديدة لربط الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز إلى الخلايا المناعية، ما ينشئ خلايا مقاومة للفيروس. وتمكن الباحثون من خلال الدراسة الحديثة من السيطرة على الفيروس من دون الحاجة لاستخدام العقاقير. إلى صحيفة الوسط البحرينية مشاهدينا، قريبا شحن بطاريات السيارات الكهربائية في غضون ثوان فقط. تمكن باحثون أمريكيون من تطوير تكنولوجيا شحن قادرة على شحن سيارتك الكهربائية في غضون ثوان معدودة بطريقة آمنة وبأسعار معقولة وصديقة للبيئة، من خلال عملية سريعة وسهلة مماثلة لتزويد السيارات التقليدية من محطات الوقود. ويرى خبراء الطاقة أن الابتكار الجديد يمكن أن يعجل باعتماد السيارات الكهربائية والهجينة والقضاء على الوقت اللازم لوقف وإعادة شحن بطارية السيارة الكهربائية. في أخبار الفضاء مشاهدينا، نطالع من صحيفة القدس اكتشاف كوكب غلافه الجوي أكثر حرارة من نجوم كثيرة. قال باحثون أمريكيون إنهم اكتشفوا كوكبا ترتفع درجة حرارة مناخه عن درجة الحرارة في كثير من النجوم، حيث يعتقد الباحثون أن درجة حرارة الغلاف الجوي لهذا الكوكب تبلغ نحو 4300 درجة مئوية نهارا. وعز الباحثون هذه الحرارة الشديدة لضآلة المسافة بين هذا الكوكب ونجومه. أيضا من الفضاء مشاهدينا، من صحيفة القبس الكويتية، سبيس أكس تطلق صاروخا للمحطة الفضائية. أطلقت شركة اكتشاف الفضاء سبيس أكس بنجاح صاروخ فالكون 9 يحمل كبسولة محملة بالإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية. وأطلق الصاروخ من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا. وقالت ناسا إن الكبسولة دراغون المثبتة فوق الصاروخ محملة بأكثر من 2.5 طن من الإمدادات. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا توصل الباحثون أخيرا إلى تقنية جديدة لعلاج الجلوكوما في عين الإنسان للحد من نسبة الإصابة بالعمى. تفاصيل هذه التقنية مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن نتابع. تقنية طبية حديثة لعلاج الجلوكوما عن طريق تركيب دعامة للعين، حيث يزرع الأطباء دعامة من البلاتينيوم تعمل على تخليص العين من السوائل الزائدة المسببة لضغط العين. لإعطاء المزيد من التفاصيل حول هذه المعالجة الحديثة، التقينا بالطبيبة ميساء حسن أخصائية الطب وجراحة العين، وأفادتنا بالتالي. دكتورة، كيف يكون علاج الجلوكوما في أقل تدخل جراحي؟ أولا احنا عارفين ان الجلوكوما يعني ضغط العين عالي، معظم العينين الجلوكوما عندهم تو اوبشنز بس، يا اما بياخدوا قطرات بس بلونج لايف، يا اما بنعمل عمليه. ده لو ما فيش ريسبونس للميديكيشن او في مالتيبل ميديكيشن. دلوقتي الجراحه اللي موجوده عاده بنفتح في السكليرا وبنعمل بليب، المشكله ان بيبقى فيه انفكشن عالي وفيلير عالي، بيكون في التهاب جدا عالي، في التهاب كبير في العين بعد العمليه، ممكن يحصل فيلير ريت عالي، ومعظم الناس اصلا دكاتره مش بيروحوا للجراحه كتير. فاللي موجود دلوقتي كتير جديد ان في ستنت، اي ستنت دي بتتحط يعني فيري ماينور انترفينشن، صغيره جدا، صغيره جدا وبتتحط بسهوله، وبنحتاج بس لوكال انسي بنج موضعي مش اكتر، عمليه ما بتاخدش اكتر من 5 دقائق، بتعمل زي درينج كده، بتعمل زي شنط او
بنساعد ان احنا نوطي ضغط العين بصوره اسهل. نعم. وبنستغنى كتير جدا عن القطرات، يعني ممكن العين المريض اللي بياخد ثلاث انواع قطرات ممكن ياخد نوع واحد بس. نعم. ممكن قوي يستغنى عنها، ودي يعني طبعا احنا لازم نعمل سيلكشن كويس للحالات، وبنستفيد بيها قوي قوي كمان لو العين داخل عمليه ميه بيضاء. فاثناء العمليه بنعمل الستنت دي بنحطها، وبعد كده خلاص العين المريض بيطلع مش بيحتاج بعد كده القطرات. فدي اجدد حاجه في علاج الجلوكوما دلوقتي. وأضاف أطباء العيون في جامعة أمريكية إن هذه المعالجة الجديدة تعتبر محدودة الجراحة وأقل تعقيداً وأقل آثاراً جانبية مقارنة بما هو عليه متعارف من معالجات أخرى. وبحسب دراسة طبية فإن 68% من المرضى الذين خضعوا لتركيب الدعامة استغنوا عن قطرات العين والأدوية. خبرنا الأخير من عالم الفن السابع. تصدر فيلم البطلة الخارقة وندر وومن إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما في أمريكا الشمالية متخطيا العتبة الرمزية لمئة مليون دولار في الأيام الأولى من عرضه، على ما أظهرت أرقام مؤقتة نشرتها شركة إكزيبيتر ريليشن المتخصصة. وحصد هذا الفيلم الذي تؤدي بطولته الممثلة غال غادوت في دور الأميرة ديانا حصد 100 مليون دولار في نهاية الأسبوع الأول لعرضه في صالات الولايات المتحدة وكندا. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن قطع العلاقات مع قطر هدفه حماية المنطقة من الإرهاب والتطرف. قتل 20 عراقيا في معارك الزنجيلي والجيش يتقدم في الموصل القديمة. وتشكيل غرفة عمليات لصد محاولات تقدم قوات الأسد في